والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين يا رب تكونوا بخير دايما. معكم اسلام اشرف في فيديو جديد. شرح فيديو النهاردة هيكون ترند سهل وبسيط زي اللي انت شفته في اول الفيديو. لو عايز تعرف الشرح بطريقة سهلة وبسيطة كمل معايا الفيديو للاخر. بس قبل ما نبدأ اي حاجة، انزل تحت في الكومنتات صلي على النبي واعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. خلاص مش فاضل كتير، هنوصل 3000 مشترك في اسرع وقت. وهسيب لكم لينك الترند ده تحت في الوصف. ولو في اي حاجه مش عارفينها كلموني على الانستجرام هرد عليكم على طول، برضو اللينك تحت في الوصف، او ابعتولي على التليجرام هرد عليكم على طول. من غير كلام كتير يلا بنخش في الشرح على طول. اول حاجه نفتح التيك توك، تدخلوا عندي وتشوفوا الفيديو اللي قبل ده، وهنفتح الفيديو زي كده ونختار العلامه بتاع الكاب كات دي. بعد كده نختار يوز تمبلت ان كاب كات، وبعد كده يوز تمبلت، بعد كده تختار 5 صور او 5 فيديوهات اللي انت عايز تعمل بيهم الترند. وبعد ما اخترنا الفيديوهات زي كده هندوس على نيكست، وهنستنى الفيديو يحمل زي كده. وبعد ما الفيديو يحمل هندوس على ايديت تكست عشان نعدل الاسم والتاريخ وعالم البلد. وبعد ما ضغطنا زي كده هنكتب اسمنا، وبعد كده نعدل التاريخ، وبعد كده نعدل العلم والطول بتاعنا، وبعد كده هندوس على اكسبورت. ولو عايزين ننزله على التيك توك على طول هتدوس على اكسبورت ويز اوت ووتر مارك، وبس كده هيكون وصلنا نهاية شرح فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد ينزل لنا على القناة. وعايزين اي شروحات تانية اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وهتلاقوا لينك الكالب ده تحت في الوصف. هتخش عليه وتعملوا الخطوات اللي قلتلكوا عليها دي بالظبط، هتلاقي الفيديو طلع معاك على الظبط كده. ولو في اي حاجة وقفت معاك كلموني على الانستجرام هرد عليكم على طول. ودي هتكون نتيجة شرح فيديو النهاردة، ويلا اشوفكم في فيديو جديد. سلام.